بالنسبة للمخيم هو هايل بزاف، ونديروا فيه النشاطات والورشات والألعاب، لعبة الأخوة ولعبة الرسم. درنا أنشطة بزاف، رحنا للبحر قاعت بحالنا، ورحنا للمانعج وتعرفنا أنا على أصدقاء جدد. من ولاية الطايف قسنطينة، بيتنا بزاف، وهذا شرف ليا باش نتعرف على صديقات واحد أخرين، واللي عندي علاقات واحد أخرين. يسمى عجبني بزاف هذا المخيم. ان شاء الله ندوموا هذه الفرحه ونولوا بسلامه، وجينا بسلامه، وان شاء الله نولوا بسلامه.